بجعل يوم 11 فبراير يوم عيد الوطنية. ها هي ثورة فبراير تحتفل بنفسها رسمياً وبحضور جميع السلطات، بعد أن كانت ذنباً قتل وسجن لاقترافه آلاف الشباب، أصبحت اليوم شرفاً يقدسه الجميع ويمتنون له. لو الله جل وعلا ثم أنتم قد كانت علينا كرامتنا، كان داسوا كرامتنا وشرفنا وأعراضنا، من حمالة بعد الله جل وعلا غيركم أنتم. هي الذكرى الخامسة لكنها الأولى منذ تحرير هذه المحافظة المحرومة. خلال الخمس سنوات تعرضت الجوف لحربين، والثالثة ما تزال قائمة. تشرد الناس وتدمرت المنازل وغابت الخدمات، لكن أحدا لا يتذمر إطلاقا من الثورة هنا. إنهم يفرقون جيدا بين الحلم والثمن الذي ندفعه من أجله. بحثت عن هبة أحبوك يا وطني فلم أجد لك إلا قلبي الدامي. بهذه العبارة أختصر لك حال الجوف من معاناة إلى معاناة، وثم جاء الانقلاب هذا بمعاناته الكبيرة، لكن من رحم هذه المعاناة اليوم احتفلت الجوف ب 11 فبراير. لا يوجد في الجوف طرق إسفلتية إلا تلك الموصلة بين مديريتها فقط، والتعليم كحال الصحة تماما. هذه هي الجوف، الريف الأكبر في اليمن، هي أكبر المحافظات وأكثرها حرمانا وإيمانا بالثورة. رغم كل شيء لا زالت تؤمن بهذه الأهداف. لم تتساءل الجوف يوما ماذا قدمت لها الثورة، بل أنها تحتفل بذلك اليوم الذي قررت فيه الموت من أجلها. يحيى السواري، قناة بلقيس، من مديرية الحزم بمحافظة الجوف.